أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج المستشار. حديثنا هذه الليلة عن موضوع مهم ويخدم البيئة الاقتصادية وله أثر على الاقتصاد وعلى المواطنين وعلى الشركات على وجه سواء. حديثنا الليلة عن المحاكم التجارية. ضيف متخصص ضيفي في هذا اللقاء معالي الشيخ عبيد بن عوض العمري، المشرف على الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف في منطقة مكة المكرمة. فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. حيا الله معالي الشيخ، وأهلا وسهلا فيك في برنامج المستشار. الله يحفظك ويبارك فيكم ونحييكم. قبل البداية لدينا تقرير عن المحاكم التجارية، شوفوا جميع. المملكة العربية السعودية الرقم الاقتصادي الأهم في الشرق الأوسط والعضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين، تخطو بخطوات ثابتة وسريعة نحو مستقبل اقتصادي باهر وفرص اقتصادية واعدة جعلتها محط أنظار العالم. ولأن اقتصاد أي بلد مرتبط بقضائه، كان لابد من وجود قضاء تجاري متخصص في المنازعات والمعاملات التجارية، يعزز من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة. وبدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وبإشراف معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ومعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف، افتتحت المحاكم التجارية وباشرت اختصاصاتها في غرة شهر محرم عام 1439 للهجرة. ونجاح انتقال مرجعيتها من ديوان المظالم إلى وزارة العدل الذي كان ثمرة جهود حثيثة ومتواصلة خلال العامين الماضيين من وزارة العدل، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم. ومن الجهود التي بذلت في عملية الانتقال تهيئة مقار المحاكم والدوائر التجارية وتخصيص عدد كاف من القضاة وتدريبهم للعمل في المحاكم التجارية واستكمال تطوير إجراءات العمل بما يتوافق مع أحدث التطبيقات والتجارب الدولية في تسوية المنازعات التجارية. وباشر القضاء التجاري أعماله بإنشاء 3 محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة في المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة. تهدف المحاكم التجارية إلى تعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة، والإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين، وتسريع فصل المنازعات التجارية، ووجود قضاء تجاري متخصص منظم بأدوات عصرية وفق الشريعة الإسلامية، يمثل بيئة جاذبة لقطاع الأعمال، ويتماشى مع المكانة البارزة التي يحتلها اقتصاد المملكة إقليميا وعالميا، ورؤية السعودية 2030. أهلا بكم من جديد في برنامجكم برنامج مستشار. حديثنا عن المحاكم التجارية مع معالي الشيخ عبيد بن عوض العمري، المشرف على الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف في منطقة مكة المكرمة. معالي الشيخ، الناس ودها تفهم وش معنى قضاء تجاري وإيش هي المحاكم التجارية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أود أن أشكرك دكتور ماجد، ونشكر برنامجكم والقناة والتلفزيون السعودي على مثل هذه البرامج. هذه البرامج تساهم في الوعي الثقافي القانوني، وتجيب على أسئلة المواطنين وعلى أسئلة المقيمين وعلى أسئلة المستثمرين أيضا. ونرجو إن شاء الله أن تستمر مثل هذه البرامج وأن يتوسع في مناقشتها وطرحها.
بإذن الله. المحاكم التجارية كما هو واضح من اسمها هي محكمة متخصصة. نظام القضاء عندما صدر في عام 1428 نص في المادة التاسعة منه على درجات المحاكم في المملكة، ابتداء من المحكمة العليا، ثم محاكم الاستئناف، ثم محاكم الدرجة الأولى. محاكم الدرجة الأولى خمسة محاكم ذكرها النظام، وهي محاكم متخصصة من ضمنها المحكمة التجارية، وبالإمكان إضافة محاكم متخصصة أخرى إذا قرر مجلس القضاء المجلس الأعلى للقضاء ذلك بعد موافقة الملك حفظه الله. فالمحكمة التجارية هي محكمة متخصصة تنظر في قضايا التجار وفي قضايا الشركات، هذا هو نطاقها الأساسي وموضوعها الأول. بصفة عامة يعني نقدر نقول أن المحاكم التجارية أي مشاكل بين التجار أنفسهم عند المحاكم التجارية، أي منازعة أو اختلاف بينهم عند المحاكم التجارية، هل ممكن إقامتها مثلا من مواطن على شركة؟ يعني ما تفضلتم به صحيح، هي بدأ القضاء التجاري في المملكة منذ عام 1350 عندما صدر نظام المحكمة التجارية 1350. نعم، بدأت المحكمة التجارية بعملها، ثم في عام 1385 صدر نظام الشركات، وكانت هناك هيئات للنظر في المنازعات التجارية أو هيئتين بالأصح، ودمجتا في هيئة واحدة. وفي عام 1407 انتقل النظر في النزاعات التجارية إلى ديوان المظالم. فابتدأ ديوان المظالم في نظر جميع المنازعات التجارية التي كانت تختص بها المحاكم التجارية أو هيئات حسم المنازعات التجارية، وصار عنده ديوان المظالم عنده اختصاص إداري واختصاص تجاري. نعم، كان عند ديوان المظالم الاختصاص الإداري والتجاري وبعض القضايا الجزائية. والقضاء الجزائي الذي كان يختص به ديوان المظالم كما تعلم انسلخ إلى القضاء العام. نعم، قبل فترة، والآن الحمد لله انتقل القضاء التجاري أيضا. طيب القضاء التجاري هذا عشان نفصل فيه أكثر ويفهمونه الناس، هل القضاء التجاري المقصود فيه يعني فقط فيما يخص التجار، أو أنا كمواطن مثلا أبغى أرفع قضية على أحد منهم؟ هو أيضا إذا أذنت، يعني بدأ القضاء التجاري عندما كان في ديوان المظالم كدوائر تجارية، بدأ بنظر القضايا التجارية الأصلية. التجارية، المفهوم القضايا التجارية الأصلية مفهوم محدد ومضيق. نعم، لما ينظره القضاء التجاري، وكانت هناك شروط منها أن تكون الدعوة بين تاجرين، فلا تقبل الدعوة إذا كان أحد طرفيها ليس بتاجر. وهناك شرط أيضا مهم، وهو أن يكون موضوع الدعوة تجاريا، فلو تعامل التاجرين بأي تعامل شخصي بينهما كشراء أو بيع لا يتعلق بتجارة، كانت بس الحقين القروش ذولا اللي عندهم دراهم، هذه المحاكم لهم، يعني أقدر أقول كذا يعني فقط التجار ولا لا؟ نعم، هي محكمة متخصصة، وكان الهدف منها محكمة، وهذا أمر طبيعي طبعا أن يكون هناك محاكم متخصصة، كما للأمور الجنائية والجزائية لها محاكم متخصصة، أيضا التجار لهم محاكم متخصصة، وهذا أمر يعني طبيعي، ليس تخصيصا لغاية أنهم تجار، ولكن لأن طبيعة التجارة والتجار تستدعي أن يكون لهم قضاء متخصص. تمام، وطبيعة المحاكم هذه التجارية عبارة عن ماذا يا معالي الشيخ؟ الآن الحمد لله، يعني الآن بدأت فعليا مسمى المحكمة التجارية، بدأت بداية فعلية في غرة محرم من هذا العام تحت مظلة وفي رحاب وزارة العدل، أصبح لدينا محكمة تجارية بمعناها الكامل. نعم، وبمعناها أيضا المتوافق مع ما هو موجود في العالم. نعم، فالعالم عندما يسأل ماذا يوجد في المملكة، هل يوجد محكمة تجارية؟ نعم، يوجد محكمة تجارية، محكمة متخصصة، ويجد أن اختصاصاتها تتوافق مع ما هو موجود في بلدان العالم وفي أنظمتها. تمام، جميل. أنا هذا اللي خليني أسألك، بما تختص وش المزايا اللي فيها هذه، عشان أقول أنا عندنا محكمة تجارية. نعم، وضحت اختصاصات المحكمة التجارية المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية. طبعا هذه فرصة ودعوة إلى أن يعني ندعو الناس كلهم للقراءة. نعم، القراءة يعني الأمور القانونية قد تبدو للبعض صعبة أو الأنظمة صعبة، وهي بالحقيقة ليست كذلك. يعني وزارة التجارة ووزارة العدل في مواقعهم الإلكترونية وغيرها أيضا من المواقع موفرين جميع الأنظمة بصيغة البي دي اف، وبالإمكان الإنسان ينزلها على جهازه ويقرأها ويراجعها ويبحث ويطلع بكل سهولة. نعود لموضوعنا، المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية الصادر لعام 35 بيّنت اختصاصات المحكمة التجارية،
وعددتها. الفقرة الأولى منها كل المنازعات التي تحصل بين التجار في المعاملات التجارية الأصلية والتبعية. طبعا ممكن فيما بعد نشرح إن شاء الله ما هو الفرق بين الأصلي والتبعي، وإن كان هو يعني موضوع متخصص قد لا يهم المواطن كثيرا. من الاختصاصات أيضا الدعاوى التي تقام على التاجر، يعني من الاختصاصات الموسعة التي زادت من المحاكم التجارية، نوعية القضايا نعم التي ستعرض أمام المحكمة التجارية، الدعوى التي تقام على التاجر ولو كان مقيمها لا تتوفر فيه الصفة التجارية. يعني كمواطن عادي أنا أبغى أرفع على شركة اشتريت منهم حاجة أو مثلا في أشياء بصيانتها أو غيرها ممكن أرفع في المحاكم التجارية؟ بالضبط، هذا هو المقصود. تمام. طيب شركاء في الشركات هل هم بعد كذلك يدخلون الموضوع في المنازعة؟ نعم، من الاختصاصات الأصيلة للمحكمة التجارية المذكورة في المادة 35 النزاعات التي تحصل بين الشركاء في الشركات. في جميع النزاعات التي تحصل بين الشركاء بين الشركاء في الشركات هي من اختصاص المحكمة التجارية. طيب بالنسبة كذلك هل لها أشياء أخرى، مثلا هل في الأنظمة التجارية الأخرى إذا كان صدر في الإفلاس أو التستر التجاري أو غيرها؟ نعم. أو لها ترتيبات معينة؟ هو توجد العديد من الأنظمة التجارية مثل نظام العلامات التجارية ونظام الأسماء التجارية والبيانات التجارية والرهن التجاري، العديد من الأنظمة التجارية قد تقام فيها دعوة مدنية. نعم. وقد تقام دعوة جنائية أو جزائية أو مخالفات. فالدعوة المدنية تختص بها المحكمة التجارية، أما الشق الجنائي والمخالفات فقرار المجلس الأعلى للقضاء أبقى اللجان شبه القضائية التي تنظر هذا النوع من المخالفات إلى حين البت فيها، لكن الشق المدني ما يتعلق بالأنظمة التجارية تختص به المحكمة التجارية. جميل. المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية اللي ذكرتها معالي الشيخ ذكرت دعوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفع عنهم. نعم. هل هي بتكون من ضمن الاختصاصات كذلك مدرجة؟ طبعا بدون شك. وبالمناسبة الإفلاس هو مصطلح يعني مخصص للمنازعات للتجار أو المنازعات التجارية فقط، فالشخص العادي لا يسمى مفلس إذا وصلت أموره المادية إلى حد لم يستطع. وش يسمى معسر؟ قد يسمى معسر إذا كان لا يوجد، أو يسمى يعني في ضائقة مالية. لكن الإفلاس هو مصطلح متخصص للتجار فقط، يعني للذمة المالية المستقلة للسجل التجاري أقدر أقول؟ للتاجر. نعم، هو لشخصه ولا لشركته؟ للشخصية الطبيعية للتاجر أو للشخصية المعنوية للشركة. يعني تفلس الشركة. نعم. نعم. طيب المنازعات التجارية الأخرى إيش اللي ممكن نتكلم عن مثلا نقول أنواع القضايا اللي ممكن تنظرها المحاكم التجارية؟ يعني هذه من المرونة التي تحمد للذين صاغوا نظام المرافعات الشرعية أنهم وضعوا هذه الفقرة، لأن التعاملات التجارية متطورة ويعني الاستحداث فيها متكرر ودائم، ودائما هناك جديد، فإذا حددت نطاق اختصاص المحكمة التجارية قد يستجد أمر جديد لا يسعفك النظام أو تحتاج إلى تحديث النظام لكي يشمل هذه الأمور. يعني كان أفهم أنه المنظم السعودي أو المشرع السعودي لما وضع النظام وضع فقرة عامة علشان أي استحداثات تكون متوائم معها، مثلا في السوشيال ميديا أو الأشياء الجديدة إذا كانت تجارية من الممكن إدخالها في الفقرة واو من المادة 35. نعم. جميل. وهناك أيضا بعض الباحثين جزاهم الله خير، إحنا لدينا حقيقة ما شاء الله في جامعاتنا أساتذة فضلاء يعني مهتمون بالشأن القانوني ويكتبون الأبحاث، وبعضها موجود في مجلة العدل الموجودة، وتناولوا بالشرح بعض المسائل التي قد تعنيها هذه الفقرة من المادة 35. طيب هل من ممكن أن نستعرض بعض القضايا أو اللي ممكن تنظرها؟ يعني مثلا خلنا نقول إنسان توسط بين شركتين ويبغى ومفروض أنه يكون له سمسرة أو سعي، هل يعتبر هذا دعوة تجارية؟ القضايا السمسرة تعتبر من القضايا التجارية الأصلية. نعم. طبعا إذا دخلت في تعريف الأعمال التجارية، هناك أعمال تجارية أصلية وهناك أعمال تجارية تبعية وأعمال تجارية مختلطة. نعم. الأعمال التجارية الأصلية متعددة من ضمنها قضايا السمسرة. فالسمسرة عمل تجاري احترافي بدون شك، وتختص المحكمة التجارية بنظر المنازعات التي قد تثور بين السماسرة حول عملهم في هذا المجال. طيب أنا اشتريت حاجة من منشأة أو مكان وبغيت أني
اللي هي مثلا الصيانة ما أهملوا في الصيانة أو في سبب عيب مصنعي أو غيره، هل من الممكن أرفعها في المحاكم التجارية وتعتبر قضية تجارية على الشركة هذه أو التاجر هذا؟ بحسب المادة 35 نصت على أن الدعاوى التي تقام على التاجر، الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية هي من ضمن الاختصاصات المسندة إلى المحكمة التجارية، وبالتالي الجواب نعم، هذا النوع اللي تفضلت فيه من المنازعات ومن اختصاص المحكمة التجارية. جميل. يعني الآن نقول، يعني أقدر أقول للناس الآن إذا عندك شكوى على أي شركة أو عندك، أبواب المحاكم مفتوحة، راح المحكمة التجارية في منطقتك وقدم عليها، ونكثر عليك من القضايا بس لمصلحة الناس، ويعني ما يروح المحكمة العامة، بيروح المحكمة التجارية، صحيح معالي الشيخ؟ صحيح نعم، الاختصاص واضح وصريح في هذا المجال. القضايا المسجلة طبعا في المحكمة قبل بداية المحكمة التجارية ستستمر أو سيستمر نظرها في المحاكم العامة إلى أن تنتهي بحكم نهائي بات، وهذا نص قرار المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي القضايا من هذا النوع الذي تفضلت فيه سيبدأ نظرها في المحاكم التجارية اعتبارا من يوم 1/1/1439. يعني من 1/1/1439 أنت تتوجه إلى المحاكم التجارية، ما قبلها إذا أنت أخذت موعد تبقى في المحكمة العامة أو المحكمة اللي تنظر القضية. نعم. طيب لجان فضل المنازعات، وقبل ما أدخل عليها، الآن أنت قلت لي قبل شوي أنها في المحاكم التجارية، الآن سلخت كاملة من ديوان المظالم وراحت المحاكم المستقلة. صحيح، كان القضاء التجاري أو القضايا التجارية تنظر في ديوان المظالم كدوائر تجارية. نعم. هذه الدوائر سلخت بقضاتها وبموظفيها وبقضاياها إلى القضاء، حتى بالقضايا، حتى القضايا طبعا. احنا انتقلنا، انا كنت في ديوان المظالم في الدوائر التجارية، وانتقلنا الى وزارة العدل بقضايانا وبموظفينا وبزملائنا من القضاة ومشايخنا منهم. هذا اللي كان فيه التدشين اللي هو صباح الامس. نعم، صباح الامس دشنت الوزارة. معنى تقرير عن التدشين او حفل تدشين المحاكم التجارية، خلينا نشوفه جميعا. أطلق وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعمال المحاكم التجارية رسميا، وكشف عن مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح 3 محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في عدد من مدن المملكة. كما شاهدنا في هذا اليوم الاحتفال بانضمام القضاء التجاري إلى القضاء العام، وهو يأتي ترجمة وتحقيق لما صدر في عام 1428 من افتتاح محاكم تجارية تنضم إلى القضاء العام. هذا اليوم هو يوم تاريخي من أيام القضاء في المملكة العربية السعودية عندما انضم القضاء التجاري إلى القضاء العام بفرعيها، القضاء التجاري الابتدائي وقضاء الاستئناف. وكما استمعنا ورأينا ما عرض من إنجازات في هذا المجال، وهو لا شك خطوة إلى الأمام لإعطاء الثقة سواء لرجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وغيرهم، أو للراغبين في الاستثمار من خارج المملكة العربية السعودية. فنحن لدينا مرجعية قضائية متخصصة انطلقت من منطلقين أساسيين. أولا فيما يتعلق بالموضوع، فنحن نحتكم إلى الشريعة الإسلامية من منطلق المادة 7 من نظام الحكم، أن قضاءنا هو قضاء شرعي يستمد أحكامه من الكتاب والسنة، والنية كبيرة والتوجه عظيم أيضا في رفع مستوى المحاكم التجارية لتضاهي أفضل المحاكم التجارية في العالم
إن شاء الله تعالى. تعزيز القضاء التجاري أيضا بالأنظمة التي سمعنا عن يعني أنها في مراحلها الأخيرة اليوم، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة التي تنظم المسؤولية القضائية وتنظم التعويض وتنظم المسؤولية المدنية وكذلك أنظمة الإفلاس، كلها سيكون لها دور كبير إن شاء الله عز وجل في تعزيز الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة، وأيضا سيخلق فرص عمل واسعة جدا للمستشارين القانونيين وأيضا المستشارين الماليين، والشركات يعني يتعزز لديها الأمن نصر يعني نسميها الاقتصادي، يعني ستفتح أبواب كثيرة جدا لدخول مستثمرين أجانب في ظل وضوح آليات التقاضي وتفصيل الإجراءات التي الكثير حقيقة يطالب أنها تكون أكثر شفافية وأكثر تفصيلا، وتساعد بإذن الله عز وجل على تطوير البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية. المحاكم التجارية المتخصصة ستسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما ستحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية وجودة المخرج القضائي. المحاكم التجارية كانت من أهم مطالبات القطاع الخاص لسنوات طويلة، والحمد لله شوف اليوم أصبحت حقيقة، اليوم الافتتاح لله الحمد، بالرغم من أن قبل الافتتاح الآن مع بداية إدارات الكثيرة اللي أنشأها معالي وزير العدل أكثر من 1700 قضية نظرت في 7 شهور 8 شهور، هذه لو راحت محاكم عادية تأخذ سنوات طويلة. فمزايا المحاكم التجارية أيضا أن هي يعني رغبة جميع المستثمرين الأجانب، لأن القضاة متخصصين، القضاة على علم بالعلاقات التجارية بالأمور الفنية، خاصة أكثر محاكم من 3 قضاة تستخدم لجان فنية. أهلا وسهلا بكم في برنامج المستشار عن المحاكم التجارية، ضيفي معالي الشيخ عبيد بن عوض العمري المشرف على الدوائر التجارية بمحاكم الاستئناف في منطقة مكة المكرمة. معالي الشيخ، هذا التدشين وسلخ المحاكم التجارية إلى وزارة العدل، قبل أبدأ أنا أتوجه لكم كقضاة وإلى معالي الشيخ خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم على الجهد المبذول عندكم والشيء الجميل اللي كانوا يلمسون الناس في القضاء التجاري والأشياء، وإن شاء الله الأمل معقود على معالي الدكتور وليد الصمعاني وفريقه وعليكم يعني فضيلة الشيخ معالي الشيخ وعلى المشايخة في استمرار هذا العمل حتى يثمر وتؤتي تؤتي ثماره بإذن الله. خليني أسألك، القضاء التجاري عدد القضاة فيه مش كثير، أو اللي منتقلين من ديوان المظالم في عدد معين؟ أنا أعتقد كأني سمعت 174 أو حوله، يعني هو تقريبا نحن مستبشرون الحمد لله. الحقيقة هي فرصة أيضا أن نشكر والدنا وقائد بلادنا وقائد مسيرتنا ونهضتنا حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده، ومعالي الدكتور وليد الصمعاني، معالي الشيخ خالد اليوسف، وجميع الرجال الذين قد لا تعرف جهودهم وهم يعملون حقيقة عمل مضني تتصل فيه أوقاتهم الليل بالنهار، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن تثمر هذه الجهود. فالحقيقة في جهود كبيرة تبذل. بالنسبة للأعداد هناك توسع الحمد لله في التعيينات، وزارة العدل عينت
وتسعى الى التعيين وتستقطب الكفاءات للعمل في المجال العدلي، وان كان هو مجال شاق، يعني من يدخل الى المجال العدلي ويعمل في القضاء ويعيش ما فيه من صعوبة، الواقع اثبت ان يعني بعضهم لا يصمد امام هذا الجهد ويغادر، ولان السوق ايضا المقابل سوق ربما يكون اكثر اغراء واكثر راحة واكثر تخفيفا يعني على الشخص من العمل القضائي. من العمل القضائي نعم وطبيعته، لكن الأمر مبشر جدا نحمد الله عز وجل بإذن الله. هنا. طيب خليني أسألك عن لجان فض المنازعات التجارية في أكثر من قطاع، وش علاقتها وهل سيتم إلغائها وضمها للمحاكم التجارية؟ اللجان الموجودة لدينا التي خارج إطار القضاء كثيرة ومتنوعة، والآلية التي صدرت مع نظام القضاء عالجت موضوع هذه اللجان، منها لجان تدرس لدى المجلس الأعلى للقضاء وسينظر في إحالتها إلى القضاء العام بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة. هناك لجان أخرى أو لجان شبه قضائية، منها ما أصبح اختصاصها المدني من اختصاص المحكمة التجارية، ومنها لا يزال وسينظر فيه، والمجلس الأعلى للقضاء لا زال يدرس ما يعني ما تستدعيه الأمور بشأنها، وهي في نهاية الأمر ستعود إلى رحاب القضاء وستكون منظورة أمام القضاء. وإن كانت يعني حتى يعطى كل ذي حق حقه، هي تنظر الآن من متخصصين وتنظر على درجتين في معظم على درجتين قضائيتين، نعم. فيصدر من محكمة ابتدائية ومحكمة استئنافية، ونطلع نحن على بعض أحكامها فيها من الاحترافية ومن العمل القضائي الذي يشاد به، لكن مستقبلا بإذن الله بتنتقل. لكن نعم طيب لجان الأسهم والسندات بين سوق المال، لجان مؤسسة النقد، هل من ممكن ستلتحق بالمحاكم التجارية لأنها تمارس أعمال شبه تجارية أو تجارية؟ هي هذه يعني من صميم العمل التجاري، أعمال البنوك والصرافة وأعمال الأسهم هي من صميم العمل التجاري. فالدراسة إذا انتهت إن شاء الله عز وجل، ومتوقع أن تنتهي قريبا، ستنتهي بإذن الله عز وجل فيما هو متوقع إلى كونها تعود إلى القضاء التجاري. طيب بالنسبة لنظام الشركات ونظام الشركات الجديد وعلاقته بالمحاكم التجارية، هل هو بعد كذلك سينظر فيه وتفصيلاته؟ نظام الشركات الجديد بدأ تطبيقه مع صدوره، وكانت الدوائر التجارية في ديوان المظالم تطبق أحكامه وتنظر في النزاعات المتعلقة به كنظام متخصص يحدد الإجراءات المتعلقة بأمور الشركات. طيب بالنسبة لإجراءات التقاضي بالنسبة للمحاكم التجارية، هل هي شبيهة في المحاكم الأخرى أو لها ترتيب درجاتها بالنسبة للمحاكم التجارية؟ المحاكم المتخصصة كلها تتكون من درجتين، الدرجة الأولى التي تنظر القضية ابتداء، ثم الدرجة الاستئنافية، يعني درجتين، درجة أولى ودرجة طيب القضاء هو قضاء متخصص، صح. جميل. ماذا عن القضاة؟ هل تم التأهيل والكادر فريق العمل الموجود فيهم؟ إيش التأهيل اللي ممكن يأخذه القاضي أو ناظر هذه القضايا؟ الحقيقة التأهيل مستمر ومتطور في ديوان المظالم، هناك برامج سنوية مجدولة ومتفق عليها ومحددة، ويعلم القاضي متى برنامجه وما هو موضوعه وتاريخه ومدته مسبقا نعم، يعني مصممة من الأصل أنه فلان سيأخذ هذا الترتيب، نعم. جميل. فالتدريب القضاة وتأهيلهم وإطلاعهم على المستجدات أمر يعني أمر جاري عليه العمل. وأيضا من باب تأهيل القضاة، عندما اقترب انتقال المحاكم الدوائر التجارية إلى وزارة العدل، وزارة العدل دربت أعداد كبيرة من قضاتها في المعاهد العلمية مثل المعهد العالي للقضاء على القضاء التجاري، تجهيزا لهم لاستقبال القضايا التجارية. يعني أنا أفهم منك معالي الشيخ أنه القضاء التجاري فيه قضاة من نفس ديوان المظالم تم انتقالهم، وفي قضاة من المحاكم أصلا اللي هو المحاكم من وزارة العدل، فهي قد هيئوا أو تم تأهيلهم للنظر في القضاء، صحيح؟ صحيح. وإضافة إلى هذا، يوجد عدد من الملازمين أدخلوا في الدوائر التجارية، الملازمين في وزارة العدل أدخلوا في الدوائر التجارية في ديوان المظالم، وشاركوا في دراسة القضايا وفي نظرها،
واستمروا فترة، فعندما حصل الانسلاخ هم موجودين في تشكيل الدوائر التجارية في أعوان القضاة والكتبة والإداريين، كذلك في تأهيل لهم، كذلك أيضا لهم برامج متخصصة ويخضعون لهذه البرامج، ويعني يوجد محاسبة على من لا يلتحق بهذه البرامج، لأنه هناك نسبة ضئيلة جدا أو لظروف شخصية أو صحية أو ما إليه قد لا يرغب البعض في أني أنا أفهمه وصحح للمعلومة أنه بالنسبة للمحاكم التجارية أنه الأغلب هو الورقي وليس مرافعات شفهية، فهل هذا سيستمر وهل هذا هو المطبق الآن أو هو عبارة عن خليط بين الأثنين؟ هو صحيح القضاء التجاري يعتمد على الأوراق والمستندات، لأنها هي تعد صلب ما يريد الأطراف تقديمه، فليست القضايا مبسطة بحيث أنه يستطيع الشخص أن يطرح ما يريده مشافهة في كلمتين من هذا النحو، وإنما هو يحتاج إلى سرد طلباته وأدلته وأسانيده وإرفاقها بمستندات، فالأمور الورقية فيها أساسية. جميل جميل جدا. طيب أنا معي مداخلة من معالي الدكتور فيصل الفاضل عضو مجلس الشورى. أهلا وسهلا فيك دكتور فيصل. الله يحييك والسلام عليكم وسعد الله مساكم. تحية لك دكتور ماجد وتحية لضيفك معالي الشيخ عبيد. أهلا وسهلا. دكتورنا الكريم، أنت متخصص في القضاء أو في القانون التجاري، ودي أسألك أبعاد افتتاح المحاكم التجارية وانعكاساتها على بيئة الاستثمار في المملكة، خاصة إذا تكلمنا عن 2030 وتكلمنا عن الاستثمار اللي تنتظره المملكة مثل هذه الأمور. صحيح طبعا، يعني الحمد لله الحقيقة الآن المملكة يعني تعمل وفقا لرؤية واضحة مقررة من مجلس الوزراء اللي هي رؤية المملكة 2030، وأيضا برنامج التحول الوطني 2020. طبعا الرؤية تضمنت هدف استراتيجي اللي هو فيما يتعلق ب ناحية القانون التجاري أو القضاء التجاري وتشجيع الاستثمار في المملكة. من ضمن الأهداف الحقيقة الاستراتيجية إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد. هل المحاكم التجارية بتكون من ضمن هذا التعزيز، وإيش أثرها بحكم التخصص القانوني التجاري عندك دكتور فيصل؟ طبعا طبعا المملكة تعمل على هذا الجانب، انه المحاكم التجارية هي المتخصصة فيما يتعلق بقضايا الاستثمار، قضايا الشركات، المنازعات التجارية، هيكون فيها قضاء متخصص، وهذه الحكمة الحقيقة، لانه القانون التجاري هو انشأ او خرج من دائرة القانون المدني لهدف وليواكب الحقيقة لهدف تطوير يعني والبيئة الاستثمارية. أي والبيئة الاستثمارية أيضا، لأنه التجارة تتميز بالسرعة والائتمان، فبالتالي القانون التجاري أتى للحقيقة ليواكب هذه الاحتياجات للقطاع التجارة. طبعا المحاكم التجارية لذلك أنشئت لأنها تتميز بالسرعة، تحتاج أنها تعالج قضايا التجار والمنازعات التجارية بالسرعة الكافية، ايضا تواكب فيما يتعلق بالعمليه الائتمانيه، لان معظم العمليات التجاريه تقوم على الائتمان وعلى الثقه، فبالتالي القضاء التجاري يعني يعتبر احد المحاور المهمه لنجاح وازدهار التجاره، وايضا يمكن كانت احد المحاور المهمه اللي يقيم البنك الدولي، يقيم الدول، اللي هو تصنيف الدول في مؤشر انفاذ العقود. ويعني المملكة للأسف الشديد كانت في هذا المحور متأخرة، ويؤمن الحقيقة مع تأسيس المحاكم التجارية أن مؤشر انفاذ العقود أن المملكة تتقدم فيه. طبعا المملكة تقدمت بخطوات من خلال تأسيس، يعني من خلال تطوير مرفق القضاء، برنامج خادم الحرمين الملك عبد الله رحمه الله اللي أطلق الحقيقة الخطوات الأولى لتطوير مرفق القضاء، أنشأت محاكم التنفيذ، ايضا الحكومه الالكترونيه الان، يعني هاي مع صدور نظام القضاء عام 1428 تضمن انشاء محاكم متخصصه من ضمنها المحاكم التجاريه،
اليوم يعني قبل يومين أو ثلاثة دشن معالي وزير العدل معالي الدكتور وليد الصمعاني انتقال المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى تحت مظلة وزارة العدل، وهذا هو المكان الطبيعي في ضمن محاكم تجارية متخصصة. طبعا هيواكب هذا الحقيقة يعني القضاء التجاري مهم جدا، ولكن ليس كافيا لوحده، نحتاج أن يواكب بالأنظمة المتطورة. هذا عندكم في مجلس الشورى يعني يكون فيها تسريع لبعض الأنظمة. أنا الحديث معك شيق دكتور فيصل، ولعلك إن شاء الله توعدنا في حلقة قادمة عن القانون التجاري. ممتن وشاكر لك دكتور فيصل الفاضل عضو مجلس الشورى. حياكم الله، شكرا جزيلا. معالي الدكتور معالي الشيخ عبيد، تكلمنا احنا عن القضاء التجاري وشيء جميل، لكن خلي اسال عن المستثمر الاجنبي، هذا وش علاقة المحاكم التجارية؟ نعم، تعرض معالي الدكتور فيصل الفاضل الى جانب كبير من هذا الموضوع. المستثمر الاجنبي يبحث عن بيئة تشجعه على ان يستثمر، ورؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 عملوا بمحاور الأساسية مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، وهي فرصة ترى أن ندعو الجميع لقراءة الرؤية وقراءة برنامج التحول الوطني. هي ليست مجرد أفكار حالمة أو أمنيات، هي مجموعة من البرامج المصممة بدقة، وشارك فيها 24 جهة حكومية، وهناك أهداف استراتيجية مصممة لكل جهة من الجهات ومطلوب منها، وفي مؤشرات للأداء، وهناك مؤشرات للأداء والقياس، وهناك تطوير ومتابعة مستمرة. وزارة العدل هي إحدى هذه الجهات الحكومية، وهي في صدر القائمة، صدر قائمة الجهات التي شاركت، وعندها أهداف استراتيجية محددة ونفذت بعضها، وتعمل على تنفيذ البعض، وتعمل على تقليص أمد التقاضي، تقليص عدد الجلسات، وبالتالي تقليص التكاليف، إشراك القطاع الخاص في بعض الأعمال العدلية المتعلقة بأعمال المحاكم. هذا التطور الكبير يشجع المستثمر على الدخول بأمواله إلى المملكة العربية السعودية إن شاء الله كما هو مؤمل، ويشجع أيضا المستثمر السعودي أيضا أن يتوسع في الاستثمار في داخل بلده. معالي الشيخ، كان قبل فترة أطلق ديوان المظالم لما كانت المحاكم التجارية نقلة نوعية، بحيث أنها ما تستغرق القضية التجارية إلا زمن معين. هل انتقل هذه الانطلاقة وهذا البرنامج إلى وزارة العدل؟ وهل سيستمر؟ يعني بنسمع مستقبلا أنه والله قضية تجارية موعد بعد 3 شهور، شهرين أو شهر ونص، أو ستكون لها سرعة أكبر وتفاعل أكثر؟ القرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم 111 قرار كان طموح جدا وجريء أيضا جدا، وكان يستهدف نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات التي تتم على النزاع أو على نظر الدعوى القضائية. والحقيقة استقبلوا القضاة في دوائر المحاكم الدرجة الأولى استقبال طيب، وبدأوا في تطبيقه وبدأ يؤتي ثمار عالية جدا. خلال كم كان؟ خلال 15 يوم أو؟ كان القرار يحتوي عدد من الفقرات، إنما كان يستهدف بصورة أساسية أن ينتهى من الفصل في القضية خلال 3 جلسات. 3 جلسات. نعم. وخلال هذه الجلسات بإمكان الأطراف أن يتبادلوا المذكرات والإجابة عليها فيما بينهم والبين، دون أن يحضروا أمام الدائرة. أوه جميل، يعني ممكن أنه يكون في منازعة، فحنا نروح عند القاضي نعطيه المرة الأولى، المرات الثانية نتبادل، هو يرد ونرد، ونسلمها في المحكمة ونسلمها بين بعض. يسلمونها فيما بين بعضهم البعض ويتبادلون المذكرات، ثم يحضروا بنتائج إجاباتهم إلى الدائرة في موعد الجلسة المحددة. جميل. طيب هل بيكون هذا إن شاء الله مستقبلا موجود؟ هذا استمر وانتقل، استمرت المحاكم التجارية على ذات طريقتها التي تعمل بها في ديوان المظالم. الدوائر التي كانت تعمل انتقلت وهي في المحكمة التجارية الآن بذات الطريقة. جميل. طيب الناس بدهم يقرون عن المحاكم التجارية أو المهتمين، هل في مدونة، هل في حاجة ممكن تقولهم ارجعوا لها، وهذا اللي كنا نسويه سابقا وسنستمر وسيزدهر أكثر؟
هذه من الأمور أيضا التي يعني بذلت فيها جهود كبيرة وتستحق أن تذكر وتشكر. ديوان المظالم أصدر مجموعات كبيرة من المبادئ من بداية عمل المحاكم الدوائر التجارية في ديوان المظالم في عام 1408 حتى عام 1435، وهي في قرابة 70 مجلد مصنفة فيها الأحكام بحسب موضوعها، منها ما يتعلق بالعقود البسيطة إلى عقود الشركات إلى الإفلاس إلى ما عداها من القضايا التجارية، ووزعت ورقيا، وهي موجودة أيضا على موقع ديوان المظالم الإلكتروني، فبإمكان أي شخص أن ينزلها ويحتفظ بها. يعني الأمور هذه متاحة للجميع، مبذولة في شبكة. نعم موجودة بحمد الله، يمكن أي أحد يدخل على ديوان المظالم ينزل المجموعة ويقرأ ما يريد ويعرف يعرف كيف حكم في هذه القضايا المماثلة. سيجد غالبا يعني قضيته أو نوعية قضيته، سيجد أن هناك قضية مشابهة حكم فيها، وكيف دارت أحداث هذه القضية، وكيف صدرت من الدائرة قرارات بشأنها، وكيف انتهى الحكم فيها. طيب هذه أكيد أننا بس نوجه الناس، لأنه ترى هذه قضايا مشابهة وليس بالذات أنه سيتم الحكم لك بهذا الحكم، لكن هي يستأنس فيها أو يستفاد منها. ملحظ جميل منكم يا دكتور، تشكرون عليه. نعم صحيح، لا يتوقع الإنسان عندما يقرأ حكم معين في قضية معينة أنه سيحكم له 100%، لأن هناك تفاصيل أو وقائع قد تختلف وتكون مؤثرة جدا ولا يلحظها الشخص العادي أو هذا، ويختلف الحكم بناء عليها. طيب الآن تكلمنا عن المحاكم التجارية، المحاكم التجارية تكلم عن لما أنا أريد أن أرفع على أحد، زين، هل لو كان بينه وبين علاقة تجارية لكن ما عنده سجل تجاري، هل من الممكن يقدر أرفع عليه دعوة أو أروح للعامة؟ إذا كان العمل تجاري مثلا، والله أنا بستثمر أشتري منه حاجة معينة، أو هو يبيع ويشتري مثلا في عقار مثلا، أو العقار مستثنى في العامة، لكن أتكلم مثلا أنا أشتري منه مثلا مثلا سلعة أو بضاعة معينة، زين، وحدث بينه وبين خلاف، هو ليس شركة أو مؤسسة ولا ليس كذلك، فهل وين أتوجه له؟ إذا كان هو تاجر يعني يمارس العمل التجاري بإحدى صوره التي ذكرناها، فبالإمكان إقامة الدعوة عليه، لأن يعني لا يشترط في النظرية التجارية أو الفكرة التجارية، لا يشترط أن يكون التاجر له سجل تجاري أو مرخص له بالعمل التجاري، فقد يكون الشخص تاجر بناء على ممارسته العملية للتجارة، وبالتالي يخضع لأحكام المحكمة التجارية وتقام الدعوة عليه في المحكمة التجارية. كذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات على حد سواء؟ طبعا الشركات والمؤسسات الأصل فيها أن أعمالها تجارية، وبالتالي تقام عليها الدعوة بصفتها التجارية. بصفتها التجارية. نعم. طيب لو كان في نزاع يعني أنا أبغى أرفع على شركة معينة فيما بعد البيع، هل يعني أتوجه لوزارة التجارة أم أنه من الممكن أني أشتريت سيارة وعليها ضمان، الضمان هذا مش ما فعلوه لي أو في أشياء تبعية أو عيب مصنعي، وين أتوجه؟ هل أتوجه المحاكم التجارية كذلك؟ يعني نحن بحمد الله عز وجل يعني نشهد ونسمع في وسائل الإعلام وكيف تطورت وزارة التجارة لدينا، وكيف أصبح لديها حماية عالية للمستهلك، فلدى الوزارة لجان، وزارة التجارة حسب ما نسمع من الطلع لديها لجان تسعف المستهلك الذي يتعرض لأضرار أو أخطاء أو نوع من الأمور التي يريد أن يطالب بها، هذا اختصاص الوزارة. إذا ثار النزاع أمام المحكمة، المحكمة التجارية مختصة، إذا قام الشخص دعواه على هذه الجهة المؤسسة أو الشركة، فالمحكمة التجارية نعم هي المختصة بنظر النزاع في هذا الأمر. طيب هذا بالنسبة للشركات وبالنسبة للأفراد كذلك. طيب لما أتكلم مثلا عن من يمارسون مثلا التقصيد أو غيرها، هؤلاء هل هم على مؤسسة النقد أو كذلك بعد أعمالهم تجارية اللي تقصيد أو غيرها من الأعمال؟ يعني تنظر في المحاكم التجارية العمل التجاري، سواء كان الاتفاق يقضي بأن تدفع المبالغ حالة أو أن تدفع منجمة على أقساط، فتختص إذا كنت تقصد نظام التأجير التمويلي أو أمور أخرى، هناك لجنة مختصة لها. جميل.
اذا يعني نقدر نقول انه المحاكم التجاريه ستحل يعني الكثير من الاشكالات في التجاره، ستعزز موقف المملكه. انا اتقدم بالشكر الجزيل لك معالي الشيخ عبيد بن عوض العمري المشرف على الدوائر التجاريه بمحاكم الاستئناف بمنطقه مكه المكرمه. الشكر موصول للوالده لانها ارسلت لنا، الله يحفظها لك ويخليها. كذلك الشكر موصول لكم والشكر موصول لخلف الشاشات سعد القميزي مخرج، حمد الرويس اعداد، كذلك للاستاذ ماجد الخميس ما قصر، اعطانا الشيء الكثير وسهلنا هذه الحلقه. دمتم بخير والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامجكم برنامج المستشار.